السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأحبابي وإخواني طالبات وطلاب التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستوى الثامن، إدارة أعمال، مادة البحوث الإدارية 480 دار. على مدى 29 لقاء مرّم تحدثنا فيهم عن البحث العلمي ومفاهيمه، ودخلنا في فصل مهم قوي اللي هو إعداد مشروع البحث والخطوات، المراحل 12 خطوة في إعداد مشروع البحث. ثم تحدثنا عن مناهج البحث والمجتمع والعينة، وعرضنا الأنواع العينات، وعرضنا لنماذج جمع البيانات، وتكلمنا باستفاضة عن قيمة الاستقصاء أو الاستبيان، وإزاي تصممها، وإيش القواعد، وأنواع الأسئلة، السؤال المفتوح والسؤال المغلق والمغلق المفتوح، وسؤال السلم وسؤال الترتيب. وبعد ما نعمل الاستبيان، فيه طرق بتستخدمها في جمع البيانات، سواء بالمجابلة الشخصية أو بالبريد أو بالهاتف، البريد العادي، وهناك البريد الإلكتروني، أو بطريقة الزيارة الخاطفة، ويمكن أيضا استخدام الملاحظة. بعد ما تجمع بياناتك، دخلنا على فصل تفريغ البيانات والترميز والجدولة، وجاب ليه مراجعة البيانات. ثم بعد ما نفرغ البيانات على الحاسب الآلي، نستخدم برامج إحصائية، منها على سبيل المثال برنامج الـ SPSS، تستخدمه في تحليل البيانات. ركزنا وذكرنا وأكدنا أكثر من مرة إنك لازم تختار الأسلوب الإحصائي المناسب. ليش هذا التأكيد اللي أنا قلته أكثر من مرة؟ لأن للأسف كثير من الباحثين في وقتنا الحالي بيروح مكاتب إحصاء يخليه يعمل له الإحصاء مقابل أتعاب بيدفعها، ويأتي التحليل غير مطابق لبيانات البحث، فيخرج البحث ضعيف، وربما ترفض الرسالة بسبب الخطأ الذي وقع في مرحلة تحليل البيانات. وأشرت إلى أن الباحث، يا ليت الباحث يتعلم الإحصاء، ياخد دورة تدريبية في الإحصاء بدراهم معدودة، مش بتكلف كتير، في يوم أو في يومين، ويكون الباحث كده واقف على أرض صلبة، باحث قوي يستطيع أن يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث متقدم، وهو يفهم في الإحصاء وفي اختيار الأساليب الإحصائية المناسبة، فيخرج البحث قوي من أول مرحلة لآخر مرحلة. ولكن أنت تعد طعاما جيدا، ثم تضع ملح على الطعام، ملح كتير يخرب الطبخة بالكامل. هكذا الإحصاء، بحث جيد، إحصاء ضعيفة، خربت أنت البحث بالكامل. بعد ما انت عملت إحصاء جيدة، تدخل على المرحلة الأخيرة في مراحل أي بحث، وهي كتابة التقرير. تكتب تقرير جيد يتفادى الأخطاء الشكلية والأخطاء الموضوعية، ثم تدخل على المناقشة وتمنح الدرجة العلمية لأنك بذلت مجهود كافي وافي شامل متقن أمين دقيق موضوعي. خلاص، ايه اللي ناقص؟ ايش اللي ناقص غير ان لجنة المناقشة تقول تمنح درجة الماجستير او درجة الدكتوراه لفلان. في هذا اللقاء الاخير اللي هو اللقاء رقم 30، يعني انا بعمل لك كده مراجعة شاملة. انت تبغى تعمل بحث من الاول كده للاخر، وباختصار تبغى تعمل بحث، ايش اول حاجة تفكر فيها؟ ايه اول حاجة افكر فيها؟ ان انا اخد موضوع قوي، موضوع جذاب، موضوع من موضوعات الساعة، موضوع يكون المجتمع محتاجه، او ان يكون العلم محتاجه. ده نقطة البداية، اصالة وابتكار. باخد موضوع من الموضوعات الرنانة الجذابة اللي الكل يسمع عن العنوان يبقى عنده كده يعني شغف ان يعرف الكلام اللي مكتوب ايه، كلام كده عنوان
في جاذبية كده، تعمل عنوان موضوع وعنوان فيهما جاذبية. طيب بعدين تفكر هذا الموضوع، هتدرس الموضوع ده بالتطبيق على ايه؟ شركة ايه؟ ولا مؤسسة ايه؟ ولا بنك ايه؟ ايش المنظمة اللي هتطبق عليها؟ هل مستشفيات ولا فنادق ولا مصانع ولا خطوط، خطوط الخطوط السعودية مثلا، ولا اتصالات؟ هتدرس الموضوع فين؟ خد مجال يكون مناسب للتطبيق. بعد ما تختار المجال انت عندك الموضوع اللي انت هتبحثه تبغى تدرسه في جهة معينة، سعادتك تقوم تعمل حاجتين. الحاجة الأولى، الحاجتين دول اللي هم تحت بند الدراسة، الدراسات السابقة. حاجة أولى، أذهب للمكتبة وأدخل على النت وأجيب مراجع ومصادر وأشياء كتبت في هذا الموضوع عشان أشوف ما تم بحثه في هذا الموضوع وما لم يتم بحثه، ثم تذهب إلى المجال اللي أنت ناوي تدرس هذا الموضوع فيه، وأعمل مقابلات مع المسؤولين في هذا المجال، المدير، رئيس مجلس الإدارة، مدير عام، مديرين في الإدارة الوسطى، حتى موظفين، وربما اضطر إن جاب الموظفين تركوا العمل أو طلعوا على المعاش، يعني أنهوا سنوات الخدمة، وأتحدث معاهم واروح معايا كده اطار وبالموضوعات وبالاسئله، واقابل الناس دي واحكي معاها واخد وقت كده في الكلام عشان اتمكن من صياغه مشروع البحث صياغه محكمه، اصيغ المشكله صياغه صحيحه ودقيقه، ابرز اهميه البحث في هذا المجال، اعمل فرضيات صح، اعمل الفه بيني وبين المجتمع اللي هشتغل عليه وهجمع منه بياناتي عشان لما ابدا البحث واذهب واطلب بيانات يقولوا اتفضل، مش يقولوا البيانات سريه، لانك انت اخترت المجال من غير ما تعمل دراسه استطلاعيه، تروح تجيب بيانات يقول لك ده سريه، الخطا منين؟ من عندك. يبقى لابد انك هتعمل دراسه استطلاعيه تساعدك في صياغه جوانب مشروع البحث. بعد ما تعمل دراسة استطلاعية تقعد بقى في بيتك وتكتب ايه؟ وتكتب مشروع البحث. كتبت المشروع مش مع الخطوات اللي احنا عرضناها في الفصل الثاني، ايه هي؟ دراسات سابقة، اهمية، مشكلة، اهداف، فرضيات، اسلوب البحث والعناصر اللي بيشملها، البيانات المطلوبة وأداة البحث والعينة والمجتمع وقياس المتغيرات والتحليل الإحصائي. خلصت أسلوب البحث، أكتب منهج البحث، أكتب مجالات البحث، المجال الجغرافي والمجال الزمني والمجال البشري، بعدين أكتب إطار البحث أو محتويات البحث، وأكتب كمان قائمة المراجع المبدئية. يا سلام يا سلام، اما وانك انجزت مشروع بحث جبار قوي متميز متقن مفيش فيه ثغره، تذهب الى بقى الجهه اللي انت هتشرف على هذا البحث تقول لهم ايه؟ اتفضلوا، هذا مشروع بحث انا اعددته وابغى بقى انفذ هذا البحث، يقول لك ماشي. اذا كان هذا البحث ماجستير او دكتوراه يقدم للقسم العلمي، القسم يسجل لك الموضوع، مجلس الكلية يوافق عليه، مجلس الدراسات العليا بالجامعة يوافق، أصبح هذا الموضوع إيه؟ مسجل. تبدأ بقى سعادتك. خلاص أنت خلصت الجزئية الأولى اللي هو تسجيل المشروع. تبدأ سعادتك، من أين تبدأ؟ كتابة هذا البحث. قبل ما تكتب لازم تقرأ، لأن من لا يقرأ لا يكتب. واحد مش بيقرأ هيكتب إيه؟ فاضي. تبغى تعبي ده لازم يتعبى معلومات، لغايه ما المعلومات، بعد ما دي يتعبى معلومات تجد المعلومات لوحدها كده بتتساقط على الورق، دي يتعبى معلومات، تجد القلم اللي في ايدك يبغى يكتب بقى، يبغى يعني معاك معلومات، ناقصك ايه؟ اكتب.
لكن انت هتكتب من فراغ؟ يعني تفتكر مثلا في واحد شاعر يكتب شعر من غير ما يطلع على دواوين سابقة؟ واحد يكتب أدب من غير ما يطلع على كتابات سابقة؟ هو الإنسان يتولد كده شاعر؟ لازم يقرأ، لازم يتعلم. فأنت قبل ما تبدأ تكتب أي حاجة بقى في البحث تقرأ. طب تقرأ قد إيه؟ أنت بتعمل ماجستير، ماجستير حد أدنى سنة، تقرأ على الأقل 3 شهور، 3 شهور تقرأ، تقرأ تدخل على النت وتجيب مقالات وتجيب رسائل وتجيب بحوث وبالعربي والأجنبي وتقرأ عشان تعمل هنا كده يبقى فيه باك جراوند. يعني إيه باك جراوند؟ باك جراوند يعني أرضية أو خلفية تكون موجودة عندك. هذه الأرضية أو الخلفية إما تكون موجودة عندك تقوم تعرف أنت تقرأ، تعرف تكتب. إذن القراءة تساعدك على الكتابة. فأنت عملت قراءة كافية 3 شهور على النت، وكمان ذهبت لمكتبة الجامعات، مكتبة مثلا الملك عبد العزيز في الرياض، مكتبة كبيرة تدخل تقرأ فيها، في الوزارات فيها مكتبات، كثير من الهيئات فيها مكتبات، تروح المكتبة مثلا مش عارف كذا، ولا تشتري كتب تساعدك. قرأت استويت عندك معلومات، خلاص استوت، تبدأ بقى تمسك القلم وإيه وتبدأ تكتب. تبدأ تكتب إيه؟ أبدأ أكتب الدراسات السابقة الأول خالص، يعني الفصل الأول مقدمة البحث اللي هو المشروع اللي انت عملته، بس المشروع هتعيد كتابته بقى تاني لما تخلص. تعمل الفصل الثاني الدراسات السابقة، دراسة فلان 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 مرتبة ترتيب تاريخ، في دراسة سنة 1430 يعقوبها دراسة 1431 32 لما توصل 35، ترتيب تاريخ للدراسات. والبعض بيرتبها ترتيب حسب الموضوعات، دراسات خاصة بالجودة، دراسات خاصة مش عارف بالخدمة، دراسات خاصة، ممكن ترتب كده برضو ترتيب تاني. عملت فصل الدراسات السابقة وقلت هم عملوا ايه وانت تبغى تعمل ايه، يبقى انت خلصت من الفصل الايه التاني. تدخل على الفصل التالت، تعمل في الفصل التالت ايه؟ تكتب الاطار النظري. ايش هو الاطار النظري؟ مثلا العوامل المؤثرة في الرضا عن العمل. ايش اللي بيأثر في الرضا عن العمل؟ عوامل كتير، الراتب، المكافآت، ظروف العمل، الإشراف، العلاقات، ساعات العمل، كتير عوامل بتأثر في الرضا عن العمل، التدريب ومش عارف. تكتب العوامل دي من المراجع النظرية، مراجع، رسالة قبل كده، كتاب في الموارد البشرية بيتكلم في هذا الموضوع، تقتبس من هنا ومن هنا ومن هنا، تربط الاقتباسات، تكتب، وبعدين تعيد قراءة ما كتبت، لأن المراجعة دي مهمة قوي. لما تراجع قد تكتشف إن في خطأ تصلحه. يعني لما تيجي تبعت إيميل لواحد صاحبك قبل ما تدوس إرسال تراجع، لأنك لو كتبت وقلت إرسال خلاص ذهبت الرسالة بأخطائها ولا تستطيع إنك تمسحها ولا تسيطر عليها. زي مثلا في اللقاءات، أنت تسألني في حاجة، أنا أبعت لك رسالة في اللقاء في المنتديات، بعت لكم معلومة في المنتديات، المعلومة طلعت كان في خطأ وقع في الكتاب، طب أصلحها إزاي؟ لازم أعمل رسالة تانية. طيب ما انا لو قرات الرساله قبل ما ارسلها لك في المنتدى، لو في خطا اصلحه واتداركه احسن ما ابعتها لك وابعت لك رساله ثانيه تصويب، تقول ده الاستاذ حجنا استاذ ايه مش مركز، الزهايمر وصل له. يعني عشان انا اتفادى انك تنقضني اراجع الرساله قبل ما ابعتها لك. انت كمان تسالني في حاجه، ابعت لي اقرأ الرسالة وراجعها قبل ما تبعتها لي.
احيان انت تطلب مني حاجه او ما اضطر اسالك اقول لك ايش تقصد عشان انت لم تحسن الصياغه. طيب بعد ما تصيغ الرساله راجعها. نفس الكلام في البحث، بعد ما تكتب الاطار النظري والدراسات السابقه والمقدمه، وحتى بعد ما تكتب الرساله كلها عليك ان تعيد ما قرات. في الاعاده افاده، اما بتعيد تجد حاجة غلط تصحح، حاجة ناقصة تكمل، حاجة مش متربطة أو حاجة مفككة تربطها، حاجة غامضة توضحها، حاجة زايدة أحذفها. كل ما تقرأ هتصلح، كل ما تقرأ هتصلح، كل ما تقرأ هتصلح. صحيح أنت مش هتوصل للكمال، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن بقترب، يعني أقترب، تقترب كده شوية كده من الكمال، يعني بدل ما يبقى البحث زاخد بأخطاء، لا، المراجعة هتزيل الكثير من الأخطاء. يبقى أنت كده وصلت لمرحلة مهمة قوي، إنك بتراجع ما كتبت، كل ده في الإطار الإيه؟ النظر. كده أنت أنجزت نص 50% من الرسالة، من البحث. ال 50% التانيين بقى يا سيدي، اللي هو الجزء العملي بقى، الجزء التطبيقي. تحسن تصميم قائمة الاستقصاء، وتختبر قائمة الاستقصاء، وتدي نسخة لأستاذ لك، تقول له خد لو سمحت راجع لي قائمة الاستقصاء دي عشان يظبطها لك. هجمع بيانات من مين؟ من طلاب. أروح أجمع الأول كده من جزء صغير عشان أتأكد إن قائمة الاستقصاء معمولة صح والأسئلة مفهومة. دي اسمه اختبار، اختبار قائمة الاستقصاء. اختبرت قائمة الاستقصاء وتأكدت ان كل شيء تمام، تاخد عينة صح. في حاجة اسمها عينة مساحة. المجتمع ليس له اطار، ولكن عندي خريطة جغرافية، يبقى اخد عينة مساحة. هل اجمع بيانات من اي حد واقول دي عينة عشوائية؟ لا، دي عينة ميسرة. فتحدد نوع العينة المناسب، يعني تجرف العينات وتعرف ايش انواع العينات، وتعرف ايش العينه المناسبه لبحثك، تختار العينه الصح، ثم تذهب لجمع البيانات من افراد هذه العينه تبكر بالضبط. تجلس في بيتك وتعبي الاستبانات؟ لا، انت غير امين علميا. تعطي الاستبانات لواحد يعبيها لك، يقعد في بيته يعبيها ويجيبها لك، نفس النتيجه، انت غير امين علميا. انا اجيب واحد يساعدني، اكون واثق ان الواحد ده يعني لا يقل كفاءة عني في جمع البيانات، ومع ذلك اتحرى الدقة وراه واتأكد ان هو التزم الامانة في جمع الايه؟ البيانات. جمعت البيانات وانتهيت من مرحلة العمل الميداني، اكون كده عملت كمان 25% من الجهد، يعني 50% الاطار النظري والدراسات السابقة، 25% تصميم الاستبيانة وجمع البيانات. نيجي بقى على الايه؟ ال 25% الباقيين. تاخد البيانات تراجعها، ربما في سؤال ناقص تستكمله، فيه استبانة ناقص نصها استبعدها. افرض انك استبعدت ربع الاستبانات، هتأثر في نتائج البحث؟ يعني انت عامل عينة 400 جالك 300، لا، لازم تستكمل ال 100 الباقيين. 300 اللي جم ناقصين، ال 400 اللي جم فيهم 100 ناقصين، اذا كان بالبريد فيه 100 ما جاش، او ان ال 400 جم بس وانت بتراجع وجدت ان فيه 100 استبانه ناقصه، في اسئله مش متاجب عليها، او في اجابات متناقضه في داخل الاستبانه، يبقى انا لازم استبعد ال 100 دول واروح اجمع 100 تانيين عشان يبقى العدد عندي كام؟ 400. رجعت اطمنت، اعمل بقى ايه؟ ترميز، ادي رموز للاسئله عشان تمهيدا لدخول هذه البيانات حقه الاستبانات في الكمبيوتر، عشان اعمل استخدم الحاسب الالي في برنامج اس بي اس اس او اي برامج اخرى في تحليل البيانات. عملت تحليل للبيانات وطلع عندي ارقام، هذه الأرقام أرقام صماء تبغى يدب فيها الروح؟ نعم،
اخد هذه الارقام اللي طالعه واعمل تعليق عليها. يعني ممكن يطلع لي معامل الارتباط 25%، وقد يكون معامل الارتباط 95%. ده رقم وده رقم ليس له اي قيمه دون ان تقوم انت كباحث بالتعليق على هذا الرقم واعطاء مبررات له. تقول وقد تبين وجود علاقه ارتباط قوي بين الراتب وبين الاداء، حيث تبين ان ذوي الراتب العالي ادائهم مرتفع، وذوي الراتب المنخفض ادائهم كان دون المستوى. اذا انت اخذت الارقام الصماء وفي التعليق اضفت عليها الحيويه والحياه والنشاط، واصبحت هذه الارقام اللي خرجت من التحليل الاحصائي ارقام معبره. انت اخذت نتائج التحليل وعلقت عليها وكتبت كلام وافي كافي شافي، يتبقى بقى ايه؟ يتبقى انك تكتب اهم نتائج البحث، اهم ما توصلت اليه. 1، ارتفاع المرتب يزود الاداء، دي نتيجة. نتيجة تانية، النساء اكثر نشاطا في العمل من الرجال. نتيجة ثالثة، الموظف اللي فوق 50 معدل غيابه أقل، والموظف اللي هو في العشرينات العشرينيات والثلاثينيات معدل غيابه عالي. دي نتيجة. تدخل على التوصيات، تدي بقى توصية. إيش بقى التوصية؟ الموظف اللي فوق 50 ما بيغيب، الموظف اللي تحت 40 بيغيب. يبقى أدي توصية لمين؟ أدي توصية للموظف اللي تحت 40 بيغيب. عشان ايه؟ عشان اسباب انت درستها. تقوم تدي توصيه وتقول عشان الموظف اللي تحت 40 ما يغيب لازم اعمل له محفزات معينه، ومن هذه المحفزات اتكلم بقى عن المحفزات، اعطائه فتره راحه اثناء العمل، نجيب له وجبه غذائيه اثناء العمل، نخفف من عبء العمل الملقى على عاتقه عشان ما يغيب، اعيد النظر في المكافآت والحوافز اللي بياخدها عشان ما يغيب، اعمل له حاجه اسمها وقت العمل المرن. يعني ايه وقت العمل المرن؟ يعني ميعاد العمل الساعه 8 ويمشي 2، اذا جه الساعه 9 اهلا وسهلا ويمشي 3، يقوم ما يغيب. لكن في بقى مؤسسات يقول لك ايه، ميعاد العمل الساعه 8 بصمه الكترونيه، سعادتك تيجي 8 ونص ما في بصمه، تروح تتحسب غايب. عشان ايه؟ عشان نص ساعه. طيب يا اخي العمل من 8 ل 2، انت جيت 8 ونص امشي 2 ونص، جيت 9 امشي 3، بس بقى تيجي 12 وتقول لي امشي 10 بالليل؟ لا ما ينفعش بقى، ما ينفعش. انا بعمل وقت مرن مثلا في حدود ساعه. تبغى تودي ولادك المدرسه، تبغى تدفع مصروفات لابنك، تجيب ملابس لابنك، مش عارف ايه، تحل مشكله له في المدرسه، يبقى في وقت عمل مرن. يبقى انت هنا بتدي توصيات. توصيات ايه؟ توصيات متفصله، متفصله على النتائج اللي انت توصلت اليها. لكن توصيه عامه، تطبيق الاسلوب العلمي في الاداره، تحسين العلاقات مع العمال، دي توصيه كلام جرايد، كلام استهلاك، ما ينفعش. كتبت التوصيات، سعادتك بقى تقوم ايه، تكتب المراجع حقه البحث، مراجع خاليه من الاخطاء، مراجع حديثه متنوعه، وفيها عربي وفيها اجنبي، فيها كتب، فيها بحوث، فيها رسائل. اتقنت كتابه المراجع، تدخل على بقى الايه، الملاحق. تضع في الملاحق، الملاحق دي هي عباره عن ارشيف البحث، الارشيف فيها نسخه من قائمه الاستقصاء، فيها اطار للمقابلات، فيها اطار للدراسه الاستطلاعيه، فيها خريطه جغرافيه، فيها بعض الموافقات، فيها أشياء لا تود إنك تضعها في متن البحث حتى لا تقطع تسلسل الأفكار. هذه هي الإيه؟ الملاحق. ثم يعقب ذلك في النهاية
ملخص في حدود 4 5 ورقات ملخص باللغة الإنجليزية، وغلاف بالإنجليزي من الجانب الشمال للبحث. يتقفل البحث بقى، تذهب لتغليف هذا البحث تغليفا جيدا. لا تبخل، في واحد ممكن يغلف لك رسالة الماجستير أو الدكتوراه يغلفها لك ب10 ريال، واحد يغلفها ب20 ريال، بس نمبر ون. انت هتعمل كم نسخة؟ 10 نسخ. النسخة فرق 10 ريال، 10 ريال في 10 نسخ ب100 ريال. ايه يعني 100 ريال؟ تبخل على بحثك ب100 ريال؟ انا يا سيدي هدي لك ال100 ريال اهي، خد مبلغ زهيد بس يخلي شغلك وعملك وبحثك اللي هو هيبقى نقطة جميلة في تاريخ حياتك يكون شغلك جميل. حتى إذا ما أودعت هذه الرسالة في إحدى المكتبات، تبقى الرسالة كده منورة المكتبة. لاحظ إن الرسالة دي أو البحث الماجستير أو الدكتوراه بيجلس في المكتبة عشرات السنين. يعني بعد 30 سنة مثلا ممكن واحد يروح يطلع على رسالة أعدت من 30 سنة عشان يقارن ويرى ماذا كان البحث عليه من 30 سنة. يجد رسالتك موجودة إذا كانت مغلفة كويس تغليف جيد، تظل الرسالة صامدة على الرف. بعض الباحثين بيعمل حاجة جميلة قوي. إذا أنا مطبق الرسالة على البنك، على بنك سين، يوم مناقشة الرسالة يقوم الباحث يتصل بالمسؤولين في بنك سين ويقول لهم إيش؟ يقول لهم بكرة بإذن الله الساعة 10 في مدرج المناقشة في جامعة الإمام كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه تم تطبيقها على البنك سين، تشرفونا وتحضروا المناقشة. ويأتي الناس اللي في المجال العملي عشان يحتفلوا معك أو أنت تحتفل معهم بحصولك على الدرجة العلمية. لاحظ يا أخي إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، والحرام عمر ربنا سبحانه وتعالى ما بيبارك فيه أبدا، يبارك في الحلال، يربي الصدقات، فالحلال مبارك. شغلك في الرسالة برضو بالأمانة وبالأخلاقيات شغل حلال، ربنا هيبارك لك فيه. لكن إن بحثك يكون فيه سرقات علمية في الاقتباسات، عدم أمانة علمية في جمع البيانات، النتائج اللي انت توصلت لها مش على مزاجك مش على هواك، تقوم تلوي البيانات وتطلع نتائج عشان تمشي مع وجهة نظرك وتدعم وجهة نظرك، لا لا لا، كل ده تعتبر غير امين علميا فيها، وقد تؤدي الى رفض البحث وعدم حصولك على الدرجة. يعني تعتبر راسب، وراسب بايه؟ راسب بامتياز. حتى ان بعض الجهات حينما يرفض البحث فيها قد تقدم توصية للجامعات الأخرى داخل الدولة وتقول لهم فلان يوضع في البلاك ليست. بلاك ليست يعني قائمة سودة، يعني لا يصرح له باستكمال البحث العلمي عندكم. لماذا؟ لأنه غير أمين علميا. الباحث إذا كان ضعيف شوية نعلمه، أما إذا كان الباحث غير أمين ليس لها حل، ملهاش حل. يعني الطالب المتوسط ناخد بيده، أما الطالب اللي بيغش في الامتحان تاخد بيده إزاي؟ وهو ينطبق عليه عدم الأمانة العلمية. أفضل لك إنك تترك مجال البحث العلمي من أن يقال عنك أنك غير أمين علميا. إذن هي خطوات ومراحل عرضناها على مدى 29 لقاء، وفي هذا اللقاء الأخير عرضت لك باختصار كيف تقوم بمشروع البحث وكيف تقوم بإعداد البحث النهائي. يعني أنا على مدى 30 حلقة استمتعت بالعرض مع حضراتكم، وأشكركم على حسن استماعكم، ونلتقي بإذن الله على خير، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.